قال وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي إن المجلس السياسي المعلن من قبل المتمردين باطل دستوريا، وطالب المخلافي خلال مؤتمر صحفي في الرياض أعضاء مجلس النواب برفض كل الإجراءات التي تشرعن الانقلاب، كما دعا الأطراف الدولية أيضا إلى اتخاذ موقف واضح وصريح تجاه إجراءات الحوثيين. نظرا لعدم وجود توافق ولعدم استناد لأي مرجعية دستورية أو من المبادرة أو من أي قوانين، فإن هذا الاجتماع يعد باطل، وهذا الاجتماع مخالف لكل النصوص، وهو جزء من العملية الانقلابية. لكل من سيشارك فيه سيكون طرف في هذه العملية الانقلابية إذا شاركوا. نحن نتوقع بأن أغلبية مجلس النواب لن يشاركوا في هذا الاجتماع، لأن هذا ليس إلا فعل سياسي انقلابي ليس له مشروعية، ولا يمثل مجلس النواب، ولا يمثل هذه السلطة التشريعية التي من سمي نفسه بهيئة رئاستها أصدر بيان يعلم فيه تأييد مجلس سياسي ليس له مكان في الدستور. معنا من الرياض الكاتب والباحث السياسي اليمني السيد زيد السلامي. أهلا بالسيد زيد معنا في سكاي نيوز عربية. سيد زيد، خطوة دعوة البرلمان اليمني للانعقاد من قبل المتمردين، ولربما الاكتفاء بالثلث من هذا البرلمان لإصدار قرارات، إلى أي مدى هي دعوة يمكن النظر إليها دستوريا؟ يعني إذا ما عرضت على الدستور كيف يمكن تقييمها، وهل هي قابلة للتطبيق من قبل المتمردين؟ مساء الخير عليك وعلى السادة المشاهدين. طبعا الدعوة لعقد جلسة للبرلمان اليمني هي تأتي ضمن سلسلة الإجراءات التي يقوم بها ميليشيات الحوثي وصالح الإنقلابية لشرعنة محاولة لإضفاء الشرعية على الإنقلابهم، مثلها مثل تشكيل المجلس السياسي دستوريا. مجلس النواب لا يمكن أن ينعقد بحسب المبادرة الخليجية ويتخذ أي قرار إلا بالتوافق، لأنما كانت فترة المجلس النواب قد انتهت وتم تجديد المجلس النواب في المبادرة بناء على المبادرة الخليجية التي تشكل كأنها أو تشكل إعلان دستوري. تم تعليق أي قرار في مجلس النواب لابد أن يتخذ بالتوافق بين الكتل البرلمانية في المجلس، أي أن يكون هناك توافق بين كتلة المؤتمر الشعبي العام وحلفائه الذي هو يمثل حزب علي عبد الله صالح، واللقاء المشترك وشركائه الذي يمثل الأحزاب اللقاء المشترك وهي أحزاب المعارضة. لا يمكن أن يتخذ قرار إلا بالتوافق. إذا لم يتم اتخاذ أي قرار بالتوافق يعود القرار للرئيس عبد ربه منصور هادي. المبادرة الخليجية أعطت الرئيس عبد ربه منصور هادي صلاحيات تشريعية وصلاحيات تنفيذية بناء على هذه المبادرة. إذا ما لم يحدث أي توافق في البرلمان، أنا أعتقد ليس هناك أي خوف أو أي تخوف إذا كان سيعقد البرلمان أو لا يعقد، لأنه العاصمة اليمنية صنعاء هي محتلة من قبل الميليشيات الحوثي والمخلوع صالح. الكيانات المسيطرة على صنعاء هي كيانات انقلابية ليست لها أي شرعية أو مشروعية. البرلمان تم محاصرته خلال اقتحام ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح للعاصمة اليمنية صنعاء. معظم أو أكثر من نصف البرلمان هم خارج اليمن، سواء كانوا في الرياض أو في دول أخرى، خوفا على حياتهم من ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح. هناك كتل برلمانية كاملة الممثلة بكتل اللقاء المشترك هي ترفض هذه الإجراءات، وأنا أعتقد أنه الموقف الآن بيد الحكومة اليمنية، بإمكانها أن تدعو أعضاء البرلمان اليمني بأن يجتمعوا سواء في عدن أو في أي منطقة أخرى لاتخاذ إجراءات ضد رئاسة البرلمان الذي هي الآن، وهو رئيس البرلمان فقط حاول أنه يجتمع ويضفي شرعية على هذا التصرف. طيب، الميليشياوي ولكن سيد زيد لكيان غير شرعي وغير هم مشروع. أساسا لا يعترفون يعني بالمبادرة الخليجية، يعني يرفضونها، وبالتالي سيكون هناك عودة للدستور القديم. هناك حديث عن الاكتفاء بالثلث
وهناك ذكر في الدستور القديم عن هذا الموضوع، إذا ما تم الاجتماع وتم التصويت ويعني تشريع هذا المجلس الرئاسي بشكل رسمي، وقتها ماذا يمكن للحكومة أن تفعل؟ تصويت على ماذا؟ على المجلس هذا؟ هل المجلس من أصله من من بالتحديد هو كيان غير شرعي وكيان غير مشروع، هو مخلوق انقلابي، مخلوق ميليشياوي؟ الصلاحيات في الدستور اليمني يقول بأن السلطة التنفيذية هي لرئيس منتخب مباشرة من الشعب اليمني، وحكومة أيضا منتخبة بناء على الأغلبية في البرلمان اليمني. أنا أعتقد أنه هذا الآن الكيان هو ليس منتخبا من قبل الشعب اليمني وليس له أي شرعية أو مشروعية، هو يمثل الكيانات الانقلابية أو يمثل الأشخاص الانقلابيين والميليشيات الانقلابية، وبالتالي ليس له أي شرعية وليس له أي مشروعية. أيضا هناك إجراءات ممكن أن يتخذها البرلمان إذا كانت لابد تلتزم أكثر من ثلثين الشعب اليمني، إذا كان اتهام الرئيس عبد ربه منصور هادي أو الرئيس الجمهورية اليمنية بالخيانة العظمى أو بدعوة إلى انتخابات أو غيرها، لكن هذا يلتزم أن يكون موافقة ثلثي أعضاء البرلمان اليمني، لكن الآن هذا غير وارد وغير حاصل ولا يمكن أن يحصل، لأن معظم أعضاء البرلمان يرفضون هذه الإجراءات، وكما ذكرت الكتل البرلمانية ترفض. هم نعم هذه الكيانات وهؤلاء الأشخاص وهذه الميليشيات لا يعترفون لا بالمبادرة الخليجية ولا بمخرجات الحوار الوطني ولا بالدستور اليمني ولا بأي دساتير وقوانين، هم ينتهكوا كل هذه القوانين وكل هذه الدساتير. هم عندما دخلوا صنعاء أعلنوا، هناك كان في إعلان دستوري انقلب على الدستور اليمني وانقلب على الشرعية اليمنية، وبالتالي أنا أعتقد أن هذه الإجراءات هي إجراءات يحاولون من خلالها أن يجذبوا الرأي العالمي، يحاولون أن ينفسوا عن أنفسهم، يحاولون أن يضفوا شرعية، لكن أنا أعتقد أنها محاولات بائسة، وعلى الحكومة اليمنية وعلى الرئاسة اليمنية وقيادة الشرعية ألا تبقى في موقف رد الفعل على مثل هذه المواقف. طيب، لابد أن تتخذ هناك مواقف واضحة. ولكن سيد زيد اليوم يعني قبل أيام انتهت محادثات الكويت ولم يكن هناك إلا المجلس الرئاسي قد أعلنوها، اليوم يدعون البرلمان، ماذا إذا ما قاموا غدا بتقديم اسم مرشح رئاسي وتقديم ثلث هذا البرلمان ثم يصوت عليه البرلمان ويقولون هذا هو الرئيس الشرعي مستقبلا؟ هناك مشكلة حقيقية ولا نرى رد فعل من الحكومة اليمنية. أنا أعتقد أنه اليوم الحكومة اليمنية ووزير الخارجية اليمني وضح السياقات الدستورية والسياقات الشرعية والسياقات السياسية لمثل هكذا إجراء. أنا أعتقد أنه الآن الرئيس اليمني ورئيس الدولة اليمنية ليس لا يختاره البرلمان ولا يختاره أي كيان آخر غير الشعب اليمني، ومن الاستحالة أن يتم إجراء انتخابات الآن في الوضع الحالي، وأن يدعو البرلمان أيضا ليفتح باب الترشيح بأن يتقدموا أشخاص بأن يرشحوا أنفسهم لإجراء انتخابات رئاسية. أنا أعتقد هذا غير وارد وغير ممكن، لأن أكثر معظم جغرافيا اليمن هي الآن تحت سيطرة الشرعية اليمنية وتخضع لقوات الجيش الوطني طيب البرلمان سيد زيد، عن البرلمان تحت سيطرة الميليشيات بعيدا عن المدن، سيد زيد البرلمان من يعني يشكله؟ ما هي توجهات هذه التكتلات ونسبها إذا ما كانوا يريدون جمع ثلث البرلمان؟ هل هذا ممكن يعني؟
في اعتقادي أن البرلمان اليمني هو يشكل من القالبية أو الأقلبية المطلقة، هي من حزب المؤتمر الشعبي العام، وحزب المؤتمر الشعبي العام منقسم بين الرئيس عبد ربه منصور هادي ورئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر الذي هم أعضاء في هذا الحزب، والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح. أيضا إلى جانب هناك كتلة برلمانية للتجمع اليمني للإصلاح، وكتلة برلمانية أخرى للحزب الاشتراكي اليمني والحزب التنظيم الوحدوي الناصري. هذه الكتل هي التي تشكل قوام البرلمان اليمني، ولا يمكن أن يتخذ أي إجراء البرلمان اليمني مثل ما ذكرت إلا بالتوافق، لأنه دستوريا بناء على الدستور اليمني انتهت مدة هذا البرلمان وتم التجديد له في 2011 بناء على المبادرة الخليجية، لأنه إذا كان يرفض الاحتكام للمبادرة الخليجية بمعنى دستوريا بأنه انتهت صلاحيته وانتهت مدته الدستورية، ولا يمكن أن يتم انتخابات برلمان جديد أو عقد برلمان مثل ما ذكرهم. انعقاد ممكن أن ينعقد بالقالبية المطلقة، أي نصف زائد واحد وليس الثلث مثل ما يردد أو يذكر، لا بد أن يكون هناك 151 عضوا يحضرون الجلسة بمجرد عقد الجلسة البرلمان، وليس لاتخاذ قرارات مثل اتهام الرئيس بالخيانة العظمى أو طعن في شرعية الرئيس أو في صلاحية الرئيس أو اختيار حكومة جديدة. هذه الأمور تتطلب أن يكون هناك حوالي 201 عضو لاتخاذ مثل هذه الإجراءات، أي ثلثين زائد واحد. أنا أعتقد هذه الخطوة هي خطوة فاشلة وهي خطوة بائسة، لكن الحكومة اليمنية عليها ألا تبقى في موقف رد الفعل في اتخاذ مثل هذه الإجراءات. كان بإمكان الحكومة اليمنية خلال الفترة الماضية بدعوة أعضاء البرلمان اليمني والإتيان بهم سواء إلى الرياض أو إلى العاصمة المؤقتة عدن، واتخاذ إجراءات ضد هذه الميليشيات الإنقلابية، ولا زال هل هذا الأمر ممكنا ومتاحا حتى اليوم، لكن هذا يتطلب عودة قيادة الشرعية وعودة الحكومة اليمنية إلى الداخل للتمسك بهذه طيب. أشكرك سيد زيد السلامي على هذه الأفكار التي قدمتها لنا في برنامج المساء. كان معنا من الرياض الكاتب الباحث السياسي اليمني سيد زيد السلامي، شكرا لك.